معنا هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني السيد حسن راضي. مرحبا بك سيد حسن، كيف تقرأ استمرار هذه التظاهرات في إيران طوال هذه المدة؟ وهل ما يعطيها هذا الزخم أنها مدفوعة من مخابرات أجنبية حسب ما يقول المسؤولون الإيرانيون؟ نعم طبعا، أنا أرى أن هذه الاحتجاجات هي أسبابها عديدة، أسبابها اقتصادية وأسبابها سياسية، يعني نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وأيضا القمع والديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان الذي يعني مارسه النظام الإيراني طيلة 4 عقود. هذه الأسباب يعني، وبالتالي فشل النظام الإيراني في تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي، ويعني وهذا كله طبعا يعني نراه على في الشارع الإيراني، نراه في الحياة اليومية الإيرانية. هناك يعني صعود العملة الأجنبية، سقوط يعني الريال الإيراني، أيضا أزمة المياه، أزمة البيئة، بشكل عام يعني وضع المعيشي متردي جدا. هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى الاحتجاجات بشكل مستمر وبشكل متصاعد ويعني ومستمر، ولكن دائما النظام الإيراني يقول انه هذه مؤامرات اجنبيه، مؤامرات خارجيه يعني هدفها الاطاحه بالنظام يعني النظام الايراني، لكن لا. اعتقد هذه كلها مبررات من اجل قمع الاحتجاجات وقمع اي صوت معارض للنظام الايراني. طيب، يعني تصاعد وتيره التظاهرات واستخدام العنف مع هذه الانباء افضى الى قتل متظاهر امس، كيف ترى اثر ذلك في التظاهرات؟ نعم حقيقة هذا يثبت انه يعني ديكتاتورية النظام واستخدام يعني الادوات يعني القمعية المفرطة بحق المتظاهرين، وهم متظاهرين سلميين لا يرفعون الا الشعارات والهتافات والمطالب الحقة المشروعة في تحسين اوضاعهم المعيشية والسياسية. لذلك انا اعتقد يعني مهما حاول النظام استخدام القوة المفرطة وقتل المتظاهرين واعتقال الآلاف منهم لإرهابهم وتخويفهم، لكن أنا أرى هذا أنه لا يعني سوف لا يعني لا تجعل المتظاهرين والمحتجين أن يتراجعوا، لأنه فقدوا كل شيء يعني في حياتهم اليومية، وليس هناك حلول ولا وعود حتى يعني من قبل النظام الإيراني لتحسين الأوضاع المعيشية. كل ما يتحدث عنه النظام الإيراني تغيير يعني فريق الاقتصادي التابع لحكومة روحاني ومساءلة يعني بعض المسؤولين وعلى رأسهم روحاني، هذه لا تحل المشكلة، لأن المشكلة ليس من حكومة روحاني، المشكلة في عمق النظام الإيراني، في سياسة يعني النظام الإيراني الذي يتخذها وينفذها يعني المرشد. وأنا أعتقد يعني الأمور ستتجه نحو التصعيد والمواجهة المباشرة بين المواطنين المحتجين وبين النظام الإيراني من جهة. لذلك جاء هتاف المتظاهرين في مدينة قم مثلا ضد حزب الله. طيب، مع تصاعد هذه التظاهرات التي تتصاعد معها العقوبات الأمريكية على طهران، إلى أي مدى برأيك يمكن أن يصمد هذا النظام؟ حقيقة يعني النظام على حافة الهاوية الآن، هو تقريبا نستطيع أن نقول سقط اقتصاديا، يعني لا يستطيع إدارة الأمور الداخلية اقتصاديا، كل مشاريع فاشلة، معظم الشركات والمصانع قد أعلنت عن إفلاسها، معظم البنوك مفلسة، لا يستطيع يعني دفع رواتب الموظفين ويعني والعمال، ومعظم الشركات لا تستطيع دفع أموال يعني رواتب العمال، بمعنى هناك سقوط اقتصادي للنظام الإيراني، وهذا يعتبر مقدمة للسقوط السياسي والسقوط على أرض الواقع. يعني والعقوبات الأمريكية والضغوطات الأمريكية والعزلة التي يعيشها النظام الإيراني أعتقد ستساعد الأمور في يعني في إسقاط النظام الإيراني، ليس بفعل الخارجي بل كنتيجة الاحتجاجات الشعبية. يعني كلما فرضت العقوبات على إيران كلما تردى الوضع الاجتماعي وتردى الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، لأن نرى لحد اليوم قبل فرض العقوبات اللي موعدها يوم قد رأينا أنه يعني العملة الإيرانية فقدت يعني 50% من قيمتها خلال الأشهر الماضية، وهي تتجه نحو يعني الأسوأ. أشكرك سيد حسن راضي من لندن متخصص في الشأن الإيراني.